مساء الخير واهلا بيكم. معانا طرطق ودانك وفنجل عينيك. حلقتنا النهارده بتتكلم عن اربع حروف. الاربع حروف دول في ناس بتشوفهم ان هم اهم حاجه في الحياه واكتر حاجه ممكن تحقق السعاده. ناس تانية بتشوف ان هي مجرد وسيله ولا يمكن تحقق السعاده. تعالوا الاول نرحب بضيوفنا ونشوف ايه رايهم في الموضوع ده، ونرحب بالنجمه مايا نصري والنجم محمود عبد المغني. هاي مايا، منورانا. ازيك؟ محمود، ازيك؟ اخبارك ايه؟ اتفضلوا منورنا. احنا النهارده باختصار شديد جدا بنقول ان الاربع حروف دول بيكونوا كلمه فلوس. عايزين بقى نعرف رأي مايا في الأول، أنت بتشوفي إن الفلوس دي ممكن تحقق سعادة؟ ممكن، يعني لو واحد تعبان فيها وحاسس بقيمتها بتحقق جزء من الأحلام لوحدها. يعني في ناس بتبقى شايفة إن لا، ما هي مش هيك عم أقول لك، إذا واحد تعبان فيها وحاسس بقيمتها ممكن يوصل لبعض الأمور يلي هو بيحلم فيها أو حببها، ممكن توصله لجزء من السعادة، بس أكيد وحدها لا. ومحمود عبد المغني رايه ايه في فلسفه الفلوس في الحياه؟ هل بتشوف ان دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تحقق السعاده؟ لا طبعا، مش الحاجه الوحيده. يعني زي ما قالت مايا بالظبط، هي جزء، هي ممكن تحقق السعاده لكن مش كل السعاده. وهي اكيد حاجه مهمه في الحياه، يعني ممكن توصلنا لحاجات اهم. يعني اول اجر تقاضاه محمود عبد المغني العمل الفني كان كام؟ ليه الاحراج ده؟ دي بتبقى حاجه ظريفه قوي على فكره، اللي هو كان في عبود على الحدود. كام بقى؟ يعني 2000 جنيه. ايوه، طب هي انت والله وقتك حاجه كويسه قوي. طيب الفنانه مايا نصري اتقدم لها. الحمد لله ما سالتني هالسؤال. كام يا مايا؟ كام يا مايا؟ كام يا مايا؟ 300 دولار. انا اعلان. طيب اضربيهم في مصري وممكن. يعني يا دوب. طيب اوكي. كان اعلان يعني. ده فيلم عظيم. الفنانه مايا نصري لو تقدم لك بقى عريس فقير هتعملي ايه؟ هتوافقي ولا هترفضي؟ ما بدي اعرف اذا كان محترم، مرتب، اهله مربيينه حلو. هو كل ده موجود بس هو فقير يا عيني، غلبان. عادي، ما انا بشتغل الحمد لله. يعني ممكن يعني هتصرف عليه؟ اصرف عليه؟ لكن ما في رجال بيسمي نفسه رجال، تمام، ما بيكون عنده القدره انه يعيش الست يلي بيختارها تكون مرته او زوجته. صح، عرفت علي؟ فانا شخصيا انا من الناس يلي اصحابي بيعرفوني واهلي بيعرفوني، انا حدا بعيش بجنيه وبعيش ب 1000 جنيه وبعيش ب 20000. قادره انا برمش حياتي تكون مع الشخص اذا بحبه، مستعده استغني عن اي شيء كرماله طبعا. طب هي بدون منازع يعني. نحييها بقى على الكلام ده، لانه مفيش حد بيفكر كده. يلا بقى. ايوه والله كلام حلو. فين؟ طب احنا دلوقتي انا مش بقدم البرنامج لوحدي، في طبعا اثنين زمايلي مهمين جدا حابين ان هم يرحبوا بيكم، وطرطق وفانجل. وطرطق دلوقتي عايز يرحب بمايا نصري. طرطق انت فين؟ يا نصري. يا حبيبي، شفتي لذيذ ازاي؟ وطرطق يلا رحب بقى بالنجم محمود عبد المغني. محمود عبد المغني. اتكلمنا بقى كتير عن الفلوس وعرفنا اراء نجومنا في موضوع الفلوس بالنسبه لهم. تعالوا بقى ندخل في مسابقتنا والاسئله بتاعتنا، وكل سؤال ليه 5 درجات. هنقول السؤال، او اول سؤال لمايا نصري، بيقول اول واحد حط صورته على العملات كان مين؟ كان رمسيس ولا مينا ولا الاسكندر الاكبر؟ والله يا قولي تاني. اول واحد حط صورته على العمله الفلوس كان مين؟ الاسكندر الاكبر ولا رمسيس ولا مينا؟ مين مينا؟ مينا واحد القطرين. مين الملك مينا؟ مينا عندنا، ده احنا عندنا في التاريخ ده. في عند المصريين ده واحد القطرين. مينا ايوه، والاسكندر يس، ورمسيس. ايوه. اي نعم، خلينا نقول الاسكندر. ماما مش بعرف مين الاسكندر.
انا دلوقتي طبعا ما اقدرش اقول الاجابه غير لما فنجل يقول صح ولا غلط. فنجل. كده بقى في 5 درجات للنجمه مايا نصري في السؤال الاول. ودلوقتي السؤال الاول للنجم محمود عبد المغني، وبيقول اغنى لاعب كره قدم في العالم السنه اللي فاتت كان مين؟ بيكم، رونالدينيو، ولا سامويل ايتو؟ بيكم. 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 جواب نهائي؟ جواب نهائي. احنا دلوقتي مستنيين فانجل يقول الاجابه صحيحه ولا لا. فانجل في 5 درجات يا محمود. لا 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 غلط. رونالدو. ايه الاجابه الصحيحه؟ ان اغنى لاعب كره قدم في السنه اللي فاتت كان رونالدينيو. وطبعا محمود واخد 0 دلوقتي، ماي نصري واخده 5 درجات على السؤال. اديله 2. تمام. السؤال الثاني، وهنرجع دلوقتي لنجم ماي نصري، وبيقول فيلم في فيلم كباريه كان فيه اغنيه اسمها فلوس، مين اللي غنى الاغنيه دي؟ امينه ولا ادوارد ولا الليسي؟ لا 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 مش عايزين تخشيش بقى. الليسي. بص في ورقتك. الليسي. الليسي متاكده من الاجابه؟ اه. طيب احنا هنشوف بقى فانجل رايه ايه. فانجل اظهر وبان بالاجابات. اجابه صحيحه جدا، والنجمه مايا نصري اخذت 5 درجات برضو على سؤالها الثاني، يعني معاها 10 درجات، وده السكور بتاعها. بنرجع بقى للسؤال الثاني للنجم محمود عبد المغني، وبيقول اغنى مطربه عربيه مين؟ هيفا وهبي، فيروز، ولا شيرين عبد الوهاب؟ فيروز، يعني مع احترامي لكل المطربات في الوطن العربي كله، فيروز. طيب انا مش هقدر اقول صح ولا غلط غير لما صديقي فنجل ينطلق. انطلق يلا. ايه؟ الاجابه صحيحه، وفعلا السيده فيروز هي اغنى مطربه عربيه، وربنا يزيدها ويزيدهم كلهم. وطبعا عايزه اقول ان السكور دلوقتي 10 درجات للنجمه مايا نصري، وخمس درجات للنجم محمود عبد المغني. هنسيبكم مع فاصل ونرجع لكم بالفقره اللي جايه. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا دلوقتي لتاني فقره في حلقتنا، وهي فقره الزهر. الزهر يعني الحظ بيخدمنا شويه، بس الحظ وحده لا يكفي. عايزين طبعا نقول لضيوفنا يجوا معانا هنا دلوقتي علشان يرموا الزهر، واللي هيجيب رقم اعلى في الزهر هو اللي هيكون ليه السؤال الاسهل، بس مش معنى كده انه ممكن يكسب درجات. الاسئله مايا يلا ابتدي. انا هتبتدي ترمي زهر. لا أنا. انت هتعملي كده، قومي رميها على الترابيزه. ايوه. A little bit of luck. واحد. مايا جابت 1 في الظهر، وده السكور بتاعها. خلاص يعني يا حير. ليكي اسئله صعبه بقى وشدي حيلك. ايوه. 1 ان شاء الله. 1. واحد. لا 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 تعادل. تعادل. لا لازم تعيدوا تاني. بركه بركه. ايوه ايوه. ايوه بلاش بقى تعملي كده عشان ما تظبطش. سيبيها وخلاص. 4 لمايا نصري. يلا. 3 ان شاء الله. ليه يا مايا بس؟ ليه؟ فين الروح الرياضية؟ أنا عايزك تكسبي أصلا. روح رياضية. بالظبط. أيوه. ها. و6 لمحمود عبد المغني، يعني واضح. قريشة قومون على النساء. أيوه مشكلة. اتفضلوا. واضح إن مايا حظها لسه في فرصة تانية على فكرة. وهنبدأ دلوقتي بالسؤال السهل للنجم محمود عبد المغني، لأنه كسب معانا في الظهر وجاب 6 نقط. يلا نشوف بقى. السؤال السهل بيقول عدد أوتار الكمانجا كام وتر؟ 4 ولا 5 ولا 6؟ سهل ده صح؟ ايوه ده السؤال السهل. 4 اوتار ولا 5 ولا 6؟ اوتار الكمانجا. لازم تدرس الكمانجا يا محمود، افرض طلعت في دور بتلا يعني عادي الكمانجا هتعمل ايه دلوقتي؟ 4. 4 ولا 5؟ ايوه ولا 6؟ ولا 6. انت ايه بعتني بعد دلوقتي؟ 4 ايوه ولا 5 ايوه ولا 6؟ اي نعم. ايه بقى؟ كمانجا. 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 اجيب لك واحده كمانجا. اجيب لك. اعتقد 4. 4. الاجابه صحيحه جدا جدا جدا. في كده 5 درجات للنجم محمود عبد المغني، وماي نصري ربنا معاكي، لان السؤال الاول
هيكون صعب وممكن تعوضي الفرصة دي لما ترمي الزهر المرة الثانية. طيب السؤال الأول بيقول الأفيون والعياذ بالله يعني الأفيون. الأفيون مخدر معروف جدا وتسمى كده على اسم أول بلد اشتهرت بزراعته. البلد دي موجودة فين؟ موجودة في التبت ولا أفغانستان ولا تركيا؟ سلام عليكم. والله محمود ده مش هيقدر يساعدك في الموضوع مع انك كنت فيلم الجزيره وبتاع والموضوع كان بس مليان بس كان في الصعيد الكلام ده مش في كان مليان افيون اخر حاجه مش في تركيا يعني قصدك الافيون منبعه الاساسي وين؟ أيوة. اي بلد يعني؟ لا يعني الافيون ده اصلا اتسمى على اسم اول بلد اشتهرت بزراعته، فالبلد دي موجوده فين؟ في التبت ولا افغانستان ولا تركيا؟ وتكون مدينه يعني مدينه في قلب بلد ليكي اذا بده يكون اسمها أوبيوم مثلاً أو أفيون أو أبيض مش عايز أغرقك أفغانستان ولا التبت ولا تركيا؟ هل نقول أفغانستان؟ أفغانستان العياذ بالله أقرب أفغانستان ولا التبت ولا تركيا؟ تبت التبت الإجابة خلاص كده؟ طيب لا 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 عايزين نقول إن الإجابة خاطئة والسؤال كان صعب قوي على مايا طلع وين؟ يعني الإجابة الصحيحة تركيا 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 مش أول شيء أنا قلت تركيا؟ لا ما لناش دعوة بشيء بقى إحنا لينا دعوة آخر حاجة دلوقتي طيب اتفضلوا بقى معانا ومايا تحاول بقى تعوض فرصتها وترمي الزهر تاني ومحمود عبد المغني اتفضل تاني والله في زهر تاني؟ ده السؤال التاني بقى أيوه ماشي الحركات دي بلاش الحركه دي جابت لك ال عملت شعوذه دي قلبت بالعكس ايوه ثلاثه للنجمه مايا نصري ايوه بقول لك ايه سهل زي الصعب يعني الكمانجه دي يعني يعني شفت بقى صحيح زي الاربعه اثنين خمسه للنجم محمود عبد المغني وثلاثه للنجمه مايا نصري واضح ان هي فعلا حظها صعب شويه لان ليها اسئله صعبه شويه نبدا بتاني سؤال سهل للنجم محمود عبد المغني السؤال الثاني بيقول اكتر الامراض اللي بيسببها التدخين ايه النقرس ولا الحصبه ولا السرطان لا لهوي صعب قوي السرطان والعياذ بالله يعني والعياذ بالله واجابه صحيحه جدا وفي خمس درجات للنجم محمود عبد المغني طيب السؤال الصعب مايا بجد انا زعلانه عشانك بس لا ان شاء الله هتعوضيها السؤال الصعب بيقول ضوء الشمس بياخد وقت قد ايه عشان يوصل للارض سوري مسكتك الضحكه طيب اتفضلي حضرتك 3 دقايق ولا 8 دقايق ولا 11 دقيقه السؤال نقوله كمان مره ما بصليش ايوه ما بصليش ضوء الشمس بياخد وقت قد ايه علشان يوصل للارض 3 دقايق 8 دقايق ولا 11 دقيقة مايا طبعا بتبص دلوقتي لجمهورنا في الاستوديو شايب لطيف احسن من الثلاث دقايق هو لو ما طلعتش ثلاث دقايق على مسؤوليتك يعني ما فهمتش بس هو لا وهيبيعك طبعا اول ما تطلع عليه جوه غلط انا ما قلتش حاجة 8 ولا 11 3 ولا 8 ولا 11 نقول 3 كده كده انا مش عارفة يعني هقعد اسرع حاجة للارض بتاعي يعني ايه ده؟ ثلاثة دي ايه؟ ثلاثة؟ ثلاثة كويس ثلاثة انت كنت بتقولوا ايه؟ صباح الفل 4 2 4 طب ممكن اغير؟ اغير السؤال؟ لا اغير الاجابة غيري طبعا طبعا 8 8 دقايق وده جواب نهائي والاجابة صحيحة لمايا نصري دلوقتي بقى في تعادل ما بين محمود عبد المغني ومايا نصري 15 درجة لمايا و15 درجة لمحمود هسيبكم مع فاصل ونرجع للفقرة الأخيرة ورجعنا لكم مرة تانية وآخر فقرة في حلقتنا النهاردة الفقرة دي مهمة جدا علشان كده الفقرة دي عليها 10 درجات بنعرض مشكلة إنسانية وضيوفنا بيقولوا رأيهم في المشكلة دي واللي أهم من كده يقولوا هم قالوا رأيهم ده ليه بعد كده بيكون في تصويت من جمهورنا اللي منورنا في الاستوديو علشان يختاروا الرأي اللي شايفينه أقرب للصح وفي الحالة دي النجم بيكسب معانا 10 درجات تعالوا نسمع الحالة الإنسانية دي مع بعض أو المشكلة دي ونشوف إيه حلها مع ضيوف أنا عندي 20 سنة فقر عيلتي خلانا نقبل أول عريس يتقدم لي هو عنده 40 سنة خليجي ابتدى يصرف على عيلتي وحالتهم بقت أحسن
اول ما سافرت معاه بلده اكتشفت ان هو متجوز اتنين تانيين من بلده، هربت منه ورجعت على مصر. لما رجعت اهلي بقوا يضربوني وعايزيني ارجع له تاني. انا مش عارفه اعمل ايه، ارجع له ولا اهرب من عيلتي هما كمان. طبعا واضح تماما ان هي مشكله انسانيه فيها قهر شديد. ومايا انت ايه رايك في المشكله دي؟ البنت ممكن تتصرف ازاي؟ يعني بتعرفي كتير صعب انك انت اول ما تسمع المشكله على طول تجي تفتي يعني. عرفتي؟ لانه في عده عناصر مهمه يعني. اول شيء مجوزه. هلا هو بيضربها ما بيضربها، هي مجوزه. بلس هي رحت عند اهلها وهدول اهل يعني لحم ودم. اول شيء اهل بيبيعوا بنتهم. تمام. وكمان انه بيرجعوا بيضربوها لانه وقفت المعونه يعني من برا. انا برايي انه اول شيء هلا هي عم طول عمرها 20 سنه، ما بعرف قد ايه ممكن الاهل يستوعبوا يقعدوا يحكوا هن وياها، او هي يمكن منطقه بعدهم الناس مش خلي بالك هم عايشين في الفقر واحيانا الفقر فانا برايي مش انه تهرب من عند اهلها. انا برايي تلجا اكيد اكيد بمصر في جمعيات بتهتم بالمراه يلي عم تتعذب، او يعني مش انه يكون هروب من الاهل قد ما يكون التجاء لناس بتفهم وبتعرف. هيك هيك هي مقرره تهرب. انا مثل ما حاسه يعني اكيد مش رح ترجع تتعذب مع اثنين نسوان، يعني مش رح ترجع تسافر، اكيد ما معاش مصاري ترجع تسافر. فدجا هي مقرره انه تفل من عند اهلها. انا برايي مش يكون هروب قد ما يكون تلتجئ لجمعيات. انا بعرف من النساء اللي كثير بيهتموا بهيدي القضايا، نساء مهمات جدا بيحكوا عن قضايا المراه. انا برايي تسال باي مجله باي جورنال، باي شخص ماشي بالشارع بيقدر يدل على مطرح، يخدع على مطرح، على كنيسه، على جامع، على اي مطرح بيقدر. اول شيء تحس بالامان، ومن بعدها تلاقي حدا مختص يقدر يقول لها شو لازم تعمل. ده راي نجمه مايا نصري ان هي لازم تلجا لحد تاني غير اهلها، لان هم مش قادرين يسمعوها وبيضغطوا عليها ان هي ترجع لوضع مستحيل بالنسبه لها. محمود انت شايف ايه الحل اللي ممكن البنت دي تعمله عشان تحل الوضع اللي هي فيه؟ شايف ان الحياه مستحيل انها ترجع لجوزها. فادام ان هي شايفه ان هي في استحاله انها ترجع له، فاعتقد ان هي ممكن تعمل حاجه اللي هي تسمى عندنا الخلع. ان هي ممكن تعمل ده وتقول الاسباب اللي تخليها عايزه تتخلع فعلا. بس هتعمل ايه مع اهلها اللي بيضغطوا عليها وبيضربوها ان هي ترجع؟ ما هي هي مش لاقي حد، يعني مش لاقي حد يحميها اصلا منه. ما هي مش عايزاه خلاص، هي مقرره. ما هي الجزء بتاع ان هي مش عايزاه ده ده هيتحل بالخلع. تمام. الجزء الثاني بتاع ان هي، انا مع مايا فيه ان احنا ان هي تلجا لحد يقدر يساعدها، ان حد ممكن يوفر لها شغل في مكان كويس بحاجه كويسه، واهلها بعد كده هيستوعبوا الفكره دي. يعني دي بنتهم يعني برضه. انت مع ان ولو لفتره مؤقته تسيب بيت اهلها، مش لازم تعيش معاهم لان هم بيضغطوا عليها، عبال ما تنظم امورها بان هي تروح لجمعيه او تدور على شغل في حته، يعني تعتمد على نفسها شويه. بس يعني هتاخد الحكايه واحده بواحده يعني. الخطوه الاولانيه انها تمشي خالص من عند الراجل ده، ولا العذاب بقى ولا الضرب ولا الاهانه ولا الكلام ده خالص. والخطوة الثانية ان هيكون في صلة بينها وبين اهلها برضو، عن طريق ابن خالتها، عن طريق حد، عن طريق واحدة صاحبتها، ان هم برضو يعني هيطمنوها يعني على البنت ديت، ان هي بتشتغل في مكان كويس، انها في مستشفى، انها في مشغل، انها في، المهم انها تعتمد على نفسها بعد كده. عندها 20 سنة يعني قدامها الحياة، وممكن تتجوز تاني وربنا يكرمها يعني. تمام. ده رأيي. ده رأي نجم محمود عبد المغني ونجمة مايا نصري. ودلوقتي مطلوب من جمهورنا ان هو يعمل تصويت على ايه الرأي اللي شايفينه اقرب للصح. ودلوقتي الفوتس جاهزه معانا، هنشوف مين اللي واخد اكتر قدر من الاصوات لرايه. مايا نصري 18 صوت، محمود عبد المغني 28 صوت. يعني محمود هو عبد المغني الخلق اللي عمل. ايوه انا اصلا ضد الطلاق، فمشان هيك يعني عايزين نقول ان دلوقتي محمود عبد المغني بقى سكوره 25 ل 15 لمايا نصري. وطبعا يمكن دي بتبقى جايزه انسانيه قويه جدا، ان الجايزه اللي بيحصل عليها محمود عبد المغني بيهديها لحاله انسانيه هو اختارها بنفسه. احكي لنا عن الحاله اللي انت اخترتها، الحاله الانسانيه. هي حاله استاذ نصر. هو سنه 54 سنه،
اعتقد ان المعاش اللي هو بياخده لا يتعدى 86 جنيه. 86 جنيه وهو عنده يعني يعتبر شلل كامل يعني. ف انا حابب ان انا يعني اساعده، ودي حاجه بسيطه جدا يعني، يا ريتني اقدر اعمل اكتر من كده كمان بجد يعني. ويا رب المساعده دي تعمل حاجه او يعني تكون حاجه مفيده بالنسبه له يعني، معنويه وماديه. ليه اخترت الحاله دي تحديدا عشان تساعدها او تتبرع بيها يعني، تتبرع لها بجائزتك؟ اولا لان المبلغ اللي هو بياخده من المعاش ده انا مش متخيله خالص. 86 جنيه مش عارف بصراحه يعملوا ايه دلوقتي في الزمن ده في الظروف اللي احنا فيها دي. فعشان كده بدون تردد يعني هو ده الاساس بالنسبه لي يعني. 86 جنيه مش شايفهم ان هم ممكن يساعدوه في اي حاجه. طبعا احنا يعني بنحيي النجم محمود عبد المغني ان هو فكر في حاجه زي كده، ومعانا دلوقتي على التليفون مدام ناديه وهي اخت الاستاذ نصر المصاب طبعا بشلل الكامل، ربنا يشفيه يا رب. وهي معانا دلوقتي على التليفون عشان نجم محمود عبد المغني يكلمها. الو. احنا انا مش عارف اقول ايه بصراحه، احنا بنحاول بس ان احنا نكون واقفين جنب استاذ نصر. ربنا يخليك يا رب. كنت حابه اقول لك كلمتين هقولهم بالمصري عشان يوصلوا اسرع. اقول لك يا رب كل سنه وانتم بالف خير. نشكرك وطبعا بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك، ميرسي قوي. ميرسي. بنشكر طبعا ضيوفنا اللي نورونا النهارده، النجمه مايا نصري والنجم محمود عبد المغني. هتلاقي نفسك وياها لكن عينيك كانت في يوم مش شايفاها. وده انا.